أهلا بحضراتكم مشاهدينا مع بداية هذا اليوم العظيم في تاريخ مصر المحروسة. أقل من ساعة تفصلنا عن انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 التي يسطر فيها الشعب المصري صفحة جديدة في تاريخه العريق ويسرد فصلا جديدا في مسيرة أمة عظيمة واجهت التحديات على مدار الزمن واستطاعت أن تحمي نفسها بإرادة وعزيمة وفطنة ووعي أبنائها وحكمة وقوة قيادتها المخلصة لتثبت في كل يوم وفي كل لحظة أنها الأمة صاحبة الحضارة والتاريخ. واليوم يتوجه ملايين المصريين في داخل البلاد في كل محافظات الجمهورية وعلى مدار 3 أيام إلى مراكز الاقتراع للقيام بمواجبهم الوطني وحقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، الاستحقاق الأهم للمنصب الأهم، اختيار من يتبوأ منصب رئيس جمهورية مصر العربية، قائد وزعيم مصر، كنانة الله في أرضه. وبقدر قيمة مصر وبقدر قامتها وحضارتها وقوتها يكتسب منصب رئيسها مكانته وهيبته وأهميته وتأثيره في داخل البلاد وخارجها. انتخابات رئاسية جديدة في مرحلة هامة في تاريخ المحروسة تجسد بداية لصفحة جديدة في حكاية وطن قوي وصامد وأبي وكفاح شعب مخلص يقف دائما خلف بلده في كل المحن والأزمات وقادر على مواجهة الصعاب. أمامه هدف واحد فقط هو حماية مصر واستكمال نهضتها ومسيرتها نحو التنمية والطريق، وذلك من أجل الانطلاق صوب الجمهورية الجديدة والحفاظ على الوطن ومقدراته.